إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث قالت وزارة البترول المصرية إن شركة بترول خليج السويس تعتزم حفر 5 آبار في حقلي شمال صفا والوصل لزيادة الإنتاج إلى 15,000 برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام القادم. وأضافت الوزارة أن إجمالية الاستثمارات في المشروع تبلغ حوالي 226 مليون دولار، إذ تعتزم الشركة زيادة المخزون البترولي إلى أكثر من 100 مليون برميل.